وزي ما احنا الحقيقه لنا تغطيه، معرفش حضرتك متابعنا ولا طبعا لا، بنحاول نكون على مسافه واحده، وبالفعل على مسافه واحده من كل المرشحين، بحيث ان كل واحد ياخد وضعه الحقيقي، وفي الاخر يكون تواصل مباشر لاعضاء الجمعيه العموميه والجماهير نادي الزمالك. وده يمكن المعايير ثابته عاملينها في كل ال طب رأي حضرتك في التغطيه بشكل عام، طالما حضرتك فتحت عن قصه تغطيه الانتخابات من خلال قناه الزمالك. يعني انا على القناة ولا على على احنا شغلنا التغطية؟ هنا في القناة. يعني طبعا القناة شغالة الفترة اللي فاتت بشكل كويس جدا. كنت بتكلم على مسافة واحدة، ف يعني انا مقتنع تماما، ما فيش اتجاه غير اللي عايز اقول ان في، بتكلم على النظام، بتكلم على ان كل واحد واخد حقه في الدعاية، ما بتزوقش الحاجات بشكل كبير. انا شايف ان في شيء من العقل والهدوء والتوزيع الاشياء بشكل فيه عدل، وما فيهوش توتر، وما فيش حد بيبقى زعلان ولا مقموص ولا حاجه. فانا عجباني، مش عشان انا، ان القناه شغاله بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، وخصوصا في فتره الانتخابات. وان شاء الله مستمرين في التغطيه مع كل المرشحين، وحضرتك لو تابعتنا هتلاقينا على مسافه واحده وكل المعايير ثابته مع كل المرشحين في كل المناصب.